اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. لو كان عندي 3 أسئلة. تمام، بس يا ريت لو نقف في مكان فيه شبكة لان الصوت مش واضح قوي. اوكي، بصي، انا اول سؤال في سورة الرحمن تمام بيقول ايه؟ سنفرغ لكم ايها الثقلين. تمام تمام وفي نفس السورة، في نفس الصفحة، ربنا بيقول ايه؟ فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. يعني لما السماء مش هنسأل عن ذنب، عن ذنبنا مثلا. ده سؤال. طب هو السؤال الثاني الصوت ما كانش واضح، بس في اخر جزء سؤالك في ايه؟ بيقول ايه؟ فاذا انشقت السماء تمام، فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. يعني احنا مش هنسأل لما السماء تتشق مثلا. تمام. ولا ازاي؟ تمام. تاني سؤال، ايه الفرق بين القسط والمقسط والقسطاس والقاسطون؟ وكل دي في صور متعدده، المقسط القاسطون ومن المقسطون ومن القاسطون ومن دون ذلك في سوره الجن، ومن يعني صور كتير، القسط والمقسط والقسطاس وال أيوة. في حاجات كتيره قوي الاسم ده ملخبطني، ايه المقسط وايه القسطاس وايه القاسطون القاسطون. حاضر، هنرد على حضرتك. في سوره البقره، ايوه، في سؤال في سوره البقره بيقول ايه؟ سبحان الله، بيقول ايه؟ اني اعلم، بيقول ربنا، بيقول الملائكه اني اعلم ما كنتم تبدون وما كنتم تكتمون. هل الملائكه يعني بتكتم شيء عن ربنا سبحانه وتعالى؟ وفي حاجه كمان في سوره البقره، يعني سؤال برضك في سوره البقره، معلش طولت بس على احنا مش هنعرف نجاوب لحضرتك على كل ده في الحلقه يا استاذه مديحه، عشان بس نبقى صادقين معاكي. هو فاضل بس كلمه واحده. اتفضلي. كلمه واحده بس. اتفضلي. كلمه واحده بس. وفي فاضل كلمه واحده بس، معلش. اتفضلي. ما في آية بتقول كمان إيه؟ وما علمي بالملأ الأعلى إذ يختصمون. الملأ الأعلى بيختصموا في إيه طيب؟ تمام، احنا ان شاء الله هنحاول نرد على اللي نقدر عليه باذن الله علشان نعرف نوفي لحضرتك الاجابه. شكرا لحضرتك ومشاركتك يا استاذه مديحه. سؤالها الاولاني في سوره الرحمن، سنفرغ لكما ايها الثقلان. هو احنا بس يعني ايه معاني المفردات ممكن ناجلها حبه عشان نوضح لها السؤالين الاخرى، يعني لو سمحتي، يعني اللي هم بتوع القسط والقسطة، بتاع الملائكه اني اعلم ما تبدون وما تخفون. يعني هي فهمت انه الملائكه تخفي شيئا عن الله، هذا ما فهمته، هذه نقطه مهمه، لكن معاني المفردات ستدرك، سنتداركها. يعني هي فهمت ان الملائكه تخفي اشياء عن الله. الله سبحانه وتعالى قال واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، هو سيدنا ادم، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها الملائكه ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا السؤال من الملائكة يعني يشير إلى أنهم يستفسرون عن شيء من الله سبحانه وتعالى، فأجابهم الله سبحانه وتعالى أنه يعلم ما لا هم يعلمون، وليس معناه أنهم يخفون شيئا، وهذا الشيء الله لا يعلمه، إذ ربي يعلم كل شيء. فدي نقطة مهمة. يعني هل هنا المقصود بها الخطاب للبشر مش للملائكة؟ نعم، لكل البشر، أن الخليفة هو سيدنا آدم، لكن الخطاب كان بالأصل كان موجه للملائكة، موجه للملائكة، فلذلك لما أمروا بالسجود سجدوا جميعا، وكان يعيش معهم إبليس والخطاب كان موجه لهم، إلا أنه رفض أن يسجد استكبارا وعنادا فطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. تمام. سؤالها الثاني من الأسئلة، فكرة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا نعم. جان. تتحدث هذه الآيات عن أن السؤال الحقيقي وأن الوقفة الحقيقية، ونحن في صدد الحديث عن مناط المسألة ومناط المحاسبة، السؤال الحقيقي الذي سيسأله العبد يوم القيامة، يوم أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكن في هذه الدنيا لا أحد يسأل، نحن نراقب الله سبحانه وتعالى، لكن بالنهاية عند نهاية المطاف نحن جميعا سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسنسأل، وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. فلنعد للسؤال جوابا. لذلك سيدنا الفضيل يقول لهذا الرجل، إن علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنك موقوف، وإن علمت أنك موقوف فاعلم أنك مسؤول، وإن علمت أنك مسؤول فلتعد للسؤال جوابا.
طب امال يعني برضو فكره لا يسال عن ذنبه انس ولا جان دي يعني متقاله فين؟ يعني مقصود بها الدنيا؟ هي الايات يعني لها اسباب معينه، لكن فهمها يعني لا يتاتى حقيقه الا بسرد هذه الايات ايه ايه، ويعني ربطها بعضها ببعض. لكن لا يسال عن ذنبه انس ولا جان. السؤال الحقيقي كما قلت هو سؤال في الاخره، الله سبحانه وتعالى سيوقفنا بين يديه ويسألنا عن كل شيء. تمام. واحنا برضو فكرة تفسير الآيات بصفة عامة يا أستاذة مديحة، هي طبعا يعني بيكون الموضوع مش أفضل مكان إن احنا نقدر نسرده على الهواء، لأن فعلا بتكون في مثلا لو لمحة أو حاجة، لكن بيبقى الموضوع عايز تدبر. نعم. وعايز إن تجميع آيات وقبل وبعد علشان نقدر نفيد حضرتك أفضل. وشكرا جدا لحضرتك ولمشاركتك.